السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. شكرا لكم على الدعم. الحلقه اللي راحت من تحديات فورتنايت. التحدي اللي قبل كان اغنيتين بنفس الوقت، لازم اطلع وش الاغنيه هذه او وش الرقصه هذه وش الرقصه هذه في نفس الوقت. في هذا المقطع راح يعطيني رقصات ولازم اخمن وش الرقصه من الصوت، لكن بطريقه ثانيه، طريقه جديده الناس طايحين فيها في الانستغرام، لكن هذه القناه اول مره تسوي هذا الشيء. فقبل ما ابدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناه اذا انتم مشتركين. قناه الرياكشن تحت، فاشتركوا في هذه القناه، واذا تبغون رياكشن اشتركوا بالقناه الثانيه. الله يسعدكم. في شيء اخير يعني، كود شوب في اس ال اشغلتكم فيه، بس هو يروح 14 يوم ناس ما يتذكرون كود يوشو في اس ال اول 3 حروف من اسم قناتي. شكرا لكم جميعا، ان شاء الله استمتعوا بهذا المقطع. خلونا نبدا. اوكي، جو جس وات دانس اتس ذات ميوزك ذات ساوند. توقع الاغنيه او توقع الرقصه من اوكي بس بوستنز. اوه شوف الاشكال. اوكي بي 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 بي، ايش فيه؟ شوف الشكل، عز الله اللي ما هلت شيء. والله الشكل رهيب والله. اوكي دي، والله الشكل غريب. اوكي هذا واضح لان الرقصه مرتبطه بالسكن اللي هو بي. والله العظيم شيء رهيب التحدي هذا، شيء رهيب جدا. اوكي هذا واضح جدا، بس شوف سكيلتون. اوكي سي، طبعا خمنوا معي انتو وش الرقصة الصحيحة. باس بوست انت... ها؟ اوه اوكي هذا سهلة لان السكن مرتبط بالرقصة اللي هو اي، لكن شوفوا كيف كل ما زاد هذا الباس بوست يصير الصوت ثقيل ومزعج، ما تقدر تخمن على طول. دي هذا جوات مرة متأخر عشان قاعد اسولف عليكم. اوكي هذا واضحة جدا، بس شوفوا الاشكال والله العظيم غريبة، اقسم بالله غريبة. بي 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 جدا غريبة، اتوقع الحين يزود. اوكي هذا واضحة جدا، بس ركزوا يا اخي. اي يا اخي لازم جيب الاشكال قدامك، اقسم بالله تركز. اوكي لا بس اقوى الحين، يا ساتر. سي يا ساتر الصوت، والله الاشكال غريبه يا اخي. اصبروا اي، اوه جبتها في اخر لحظه. ديم اوكي هذا رقص ريفلكس معروف عاد. اوكي بي بي، اقسم بالله العظيم التحدي رهيب، تحدي رهيب وفكره غريبه. دي والله يا صوت غريب. اوكي الحين اقوى شيء، الله يعين على اذني، يا ساتر. هذا واضح جدا، حتى سكين مرتبط بعد بالرقصه. اوكي اللي هي سي. اوه هذا رقصه تيك توك اتوقع. اوكي اوكي عرفتها لانها توها نازله. دي شوف كيف توها نازله، مستغرب اني نزلها لان عليها كوبرايت. اتوقع اي، والله العظيم ما ادري شلون توقعت بس اصدفت. سي يو 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 يو، كيف جبتها انا؟ اوكي ايرور. ابني على بالي اني ما خلصت تحدي، على بالي اني بختار الحين. فكذا خلصنا التحدي الاول، نروح الحين التحدي الثاني. التحدي الاول كان رهيب جدا، لكن راح نشوف هذا. يقول توقع سكن بالايموجي حقه، عندك 7 ثواني. اوكي هذا قطوه مسمار رقم واحد، رقم واحد. اوكي هذه سهله لان سكن قطوه بنفسه او قطه او بسه. اوكي هذا يحمي الذهب، فاقول واحد اللي هو مع الدرم جن. هذه سهله ميداس، هذه واضحه جدا 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 اللي هو 4. اوكي توقع معي، توقع معي، اقسم بالله تحديات رهيبة ذي القناة، اقسم بالله شيء رهيب. كابتن، اوه كابتن امريكا 3، دايم الحركة، والله فكرته رهيبة. اوكي هذا سكين اتوقع انه رقم 2 اتوقع، اي لوزر فروت، يب يب هذا هو. اموال، اوكي
أكوامان أكوامان والله رهيبة الفكرة، رهيبة أقسم بالله رهيبة. هذا ويش هذا؟ خمسة؟ نوع من أنواع مجوهرات روبي؟ الله ما أدري صراحة، بس ما توقعت سكن أبدا. أوكي هذا واضح جدا اللي هو الغراب. خمسة؟ أوكي والله سبع ثواني ترى مرة قليلة بالنسبة لست سكنات. تفجرات ثلاثة؟ تينتينا اسمع؟ والله توني أدري. أوكي هذا ثعلب أو ذي؟ أوكي رقم اثنين أتوقع. يب هذا اللي جاء في بالي لأن حريقة وبنفس الوقت الشكل. نجوم أنا أقول ثلاثة لأنه حاط إن سكن بنت على اليمين تحت. والله رهيب تحدي جدا. أوكي سكن السمكة واضح جدا رقم ثلاثة. أما رقم ستة كيف؟ أوكي هذا سكن واضح اللي هو الأنجل. خمسة أنجل. أوكي يا رب اللي ما جبت سعيد. رقم اثنين لأن في الورق هذا حق الخريف على كتفها. وات مع أحمر إيش فيه؟ ثلاثة دارك هارت اسمها؟ والله تولي أدري. خمسة إيش فيه؟ والله التحدي صعب. أتوقع اللي هو بنت الطيارة. أربعة لأن بليز يب حريقة. أوكي ستة لأن على سكن الدائرة هذه. أوكي وات ستة والله مستحيل صرف ويتش اسمه والله توني أدري. أوكي السكن اللي بعده هذا واضح جدا اللي هو رقم خمسة واضح جدا 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 لأن التاج. فكذا خلصنا التحدي الثاني. تحديات كانت رهيبة جدا بالذات التحدي الأول أول مرة أشوفه أقسم بالله شيء رهيب شيء رهيب شيء رهيب. فبسم الله على التحدي الثالث. أوكي قص the skin by its style. أوه لازم توقع ستايل الثاني حقه ديم. 13 يا ساتر 16 سكن إيش فيه والله كثير. أوكي هذا واضح جدا اللي هو رقم سبعة. هذا ايش هذا؟ ستة؟ والله توني ادري عنه ذا توني ادري عنه. اوكي ديدبول سكن واضح اللي هو رقم واحد. اما هاد اما هاد والله فضيحة اقسم بالله فضيحة يا ساتر. انا اقول 16 لان نفس اللون نفس كل شيء مع اني ما كنت عارف الشكل صراحة. اوكي هذا واضح جدا اللي هو رقم 10. اوكي هذا سكن موجود فيه سكن ثاني اللي هو رقم 12 نفس السكن بس لون ثاني. هذا الشيء اللي خلاني اختار ولا ترى ما عارف الستايل الثاني من سكن. طيب هذا واضح جدا واضح مرة نفس الشكل نفس كل شيء بس اللون يختلف اللي هو رقم 2. اوكي هذا التحدي مرة مرة جامد اقسم بالله يخليك تتعرف على شخصيات اكثر. يا ساتر 14 لأن كتوفة عراض يعني يبين لك ان الجسم ضخم كذا. سكن الأرنب اتوقع رقم 7 لا والله رقم 3 وشو ما شفته انا والله العظيم صعب صعب يا اخي. اوكي 8 والله العظيم سدبت على الالوان قاعد امشي على الالوان. اوكي هذا واضح جدا اللي هو رقم 11 يب نفس سكن نفس كل شيء بس اللهم اللون يختلف. يا ساتر اوكي اذا كان نفس الشكل نفس النظارة فنقول رقم 9 صح علينا مع اني ما اعرف شكل بس الستايل يبين. اوكي 11 والله مستحيل اجيب هذه صعبة جدا. اوكي يا رب اني اجيبها صح 11 مستحيل اجيبها ما اعرف سكن اصلا ذا اول مره اشوفها. اوكي هذا واضح جدا واضحه مره مره واضحه اللي هو رقم 10 لا ليش كذا انا ليه اعرف سكن والله اني عارفه اللي اسمه صوفيا ما تجي اسمه اهلا او تايل ثاني بس تايل عربي جبت العادي تيه جي جي والله واحد العيد العيد العيد. اوكي هذا سكن اتوقع هذا مستحيل تجيبه لكن خلينا نقول خمسة. اوه اقسم بالله اصدفت والله اصدفت يا ساتر
اوكي اوكي هذا عندي سكن الحمد لله. 13 الحمد لله انه عندي الحمد لله انه عندي. والله تحدي رهيب جدا جدا جدا. هذه واضحه مره لو ما احد يجيبها عاد عندي مشكله في سكنات نادره اللي هو رقم 3 بنت الزومبي. ستايل رهيب صراحه الوانه رهيبه. فعموما بس كم مطلع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك. اذا تبون كثر من هذه التحديات اكتبونا تحت في الكومنتات ولا تقصرون الاشتراك. نبغى كذا نبغى نوصل 600,000 اقرب وقت. تكفون خلينا نوصل 600,000 اقرب وقت. وشكرا شكرا شكرا لكل واحد سمع كلامي في البدايه وحط كود شوب فيصل. الله يسعدكم جميعا وشوفكم على خير في امان الله. سلام.